محمود يا محمود يا ربي لا يكون رد نام محمود يلا يما يلا صباح خير هذا الطلب وجهزته ودير بالك يا يما مو تسرع وتطقق بريكات ترى هذا متوصي عليه عدل اي بدينا اي يلا خذ يما هذا العنوان ورقم التليفون مو تضيعه اشوف لحظه جيمي ايش فيك يمه؟ يمه الوزاره اللي تشتغل فيها ناديه مرتي ايش فيك؟ كانت مرتك الحين طليقتك يعني بالطقاق كيفك؟ وبعدين هي تعرف اني ابيع ورق عنب يعني انت قاعد تساعدني مو اكثر ولا اقل يعني مصره يعني لازم تجرحيني ولازم تحرجيني قدامها مو يمكن تشوفي بالوزاره هذا اخر عمري انا اودي ورق عنب واجيب ورق عنب يا يمه ويمكن ما تشوفك ولا تصادفك الوزاره ايش كبرها؟ وبعدين هذه مو وزاره ابوها انت تبيع ورق عنب تبيع فطاير كيفنا حرين في تصرفاتنا يلا شيل شيل خلاص تعال 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 خذ العنوان يا ربي محمود دير بالك ها هذا انا اقول لك يلا ان شاء الله فكي يلا يما ربي يحفظك ان شاء الله لا تسرع يا محمود ها قلت لا بالله دير بالك شوي شوي اوف ربي يحفظك ورانا طلبيات ايش كثر هو قاعد يبربر يبربر يلا يلا يا كماري يلا وينك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. حبيبتي بعرف وين مكتب بسام الناجي؟ حضرتك في موعد معه؟ إيه هو ناطرني أصلاً. طيب أول مكتب على إيدك اليمين. شكراً. كلمتي أسامة؟ كلمتي؟ لازم يعدل عليهم، قولي لي لازم يعدل عليهم هالأوراق. تمام. ولازم يضبط الأرقام هذا كله وأبي يحط لي بالملف الحسابات مالت المصنع مال المخطط مال كل شيء يحط لي. أوكي. تمام؟ تمام. بعد شنو في؟ أتوقع تمام. تمام ماكو شيء. وقولي حق أسامة أبي ملف مال مشروع لندن. ضروري. أوكي. أوكي؟ تمام. أنا آسفة دشيت كذي بس ما لقيت أحد برا استأذن منه. تفضلي. هاتش. قولي حق سامي يعطيني الملف، أوكي؟ أوكي. وما أبي أحد يدش علي، لأن أنا ما أحب أحد يدش من غير ما يستأذن. حاضر. يلا. أنا آسفة إن أنا جيت من غير موعد بس أدي إذا دقيت عليك ما راح ترد. يعني تبين تحطيني قدام امر الواقع مو كذي؟ تقدر تقول كذي. ترى انا ما احب الاسلوب، ما احب احد يفرض علي اني اتكلم شيء ماني مستعد اتكلم فيه. غريبة. شنو الغريبة؟ ان انت ما تحب احد يفرض عليك شيء، وانت دائما تفرض على الناس اوامرك. ما تحس ان في تناقض بالموضوع؟ انت جاي تعطيني درس بالاخلاق؟ خلصيني ايش عندك؟ انا اتكلم بخصوص ريم. البنية مسكينة ما تستاهل اللي انت تسوي فيها. هي تحبك وايد. وليش انها ضعيفة قدامك انت قاعد تستقوى عليها. هي اللي دازتك؟ لا 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 كلش، اصلا ما تدري ان انا جاية. انا جيت من نفسي. لان كل اللي صار بسبتي انا. انا اقترحت على ريم ان احنا نروح المطعم. والله يشهد انها قدامي كانت تدق عليك وانت ما ترد. ودزت لك مسج. انزين. شو المطلوب الحين؟ ألو؟ هلا سلمان؟ هدي هدي إيش صاير؟ مو من صدقك كل هذا سويته؟ هي معود لك توفيك تقرير ورطك إذا عقب التقرير هذا إيش بيصير؟ استغفر الله رب العظيم ماشي خلاص شوي ويلك يلا استغفر الله هذا وقت الحين
هلا يمه. يمتك فين ادعي لي؟ اموري مو ماشيه عدل هالايام. ايش صاير بعد؟ سلمان متهاوش ويا مديره. وخالتي بالبيت كل شو سمعت لي حكي مثل السم. تعبت امي والله تعبت. ايش اسوي؟ ايش اسوي قولي لي؟ ان شاء الله. بس تكفيني امي ادعي لي. الله يهدي بس سلمان ويحن قلب خالتي علي. سلمان؟ ايش فيك راد من الدوام مبكر؟ تناجرت مع مدير اليوم بالدوام، رايح مشتكي عليه عند المدير اللي اعلى منه. قدمت استقالتي وقطيتها بويها وطلعت. مينون انت مينون، تقدم استقالتك؟ لا والله كفو، ولد فحل، ولد ابوك، ايه شنو؟ قدم استقالتك بالطقاق اللي طقهم، مو انت بتتدمر، انت ما عندك معاش، ما عندك راتب، من وين بتعيش فهمني؟ اسمع عاد، اسمع الحكي عاد، باكر الصبح تروح حق مديرك وتعتذر منه وتبوسه على راسه وتسحب استقالتك. ماني رايح ولا اني معتذر منه ولا اني سحب استقالتي، خلاص انا غرت اشتغل بحلالي. اي حلال؟ هالقنفتين اللي قدامك هذول حلال؟ اشولك انت ولدي وانا اعرف ان اللي عندك واللي ما عندك، ينيت انت ينيت. انا بشتغل عند ابوي وادير حلاله وحلالي بنفسي، عن اذنك يمه. اخي على ريحه الاسفره. كنتش تدري ان انا ميت مليوع. يلا متى يطيح الغداء؟ شوفي انا من كثر ما احبك انا عارف ان في مصيبه بوجهك. صاير؟ شو السالفه؟ اخوك. اخوي؟ ايش فيه اخوي؟ استخف يعني. من زمان مينون، ايش سالفته اليوم؟ قدم استقالته ويبي يشتغل عند ابوك. يشتغل عند ابوي ليش؟ السلام عليكم خالتي. سلام، هلا والله. هلا فيصل، عن ذنكم. عقرب الرمل وصلت، يسلم عمرك. تلف راسها الحين لف تخليه يلزم على قراره. ايش عليها مسكينة؟ توها داشة. انت ما تدري، انت ما تدري. هذا مينون، هذه تقول له كلمة، هذا يطوعها ويركض. اخوك مينون روح حاجة، روح كلمة. شلون ياكل؟ شلون يعيش؟ امه الا راتب، ما عنده راتب بعدين. يمه يعني هو ما يفهم، خليه كيفه. خلاص. باكر الصبح انت تروح دوامه وتكلم مديره وتعتذر منه وتبوس مديره على راسه وتسحب الاستقاله اللي اخوك قدمها. يما مدرسه انا اروح حق الناظر عشان يسامح. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، احر ما عندي، ابرد ما عندي. انت بتجنني بتجنني، روح حاج اخوك روح. هذه عقرب رمل والله كف عليها الحين، روح تحكي روح. يما مرته راحت له، بعد اروح اطق عليهم الباب انا. استغفر الله ربي العظيم. سلمان، سلمان، هلا. هلا فيصل. سلمان وينه؟ داخل. زين ابي شوي. يا حياك تفضل. انطر هني انا. زين ان شاء الله. يلا. لما اقول لك ان ماكو خصوصيه بهالبيت، ماكو راحه بهالبيت، الخبر بسرعه ينتشر، كاه اخوك ياك الى باب الصاله، ومن اللي داز يا حظي؟ امك شيشت اخوك وقالت له روح، روح تشوف اخوك، روح، روح تشوف اشياء بي حظي. سلمان لا ياثر فيك يقص عليك بكلمتين، ترى انت سويت الصح، وابوك مستحيل تخلى عنك ويخليك بدون وظيفه. روح تشوفه يا حظي. الواحد ما يقدر يعيش براحته بهالبيت. الله يفكنا بس. هلا فيصل. شنو هلا؟ انت شو مسوي؟ انت شلون تهد دوامك كذي وابوي اصلا ما وعدك بشيء؟ الموضوع صار فجأة وانا ما كنت مخطط له. بعدين ابوي لمتى هادنا شيء وقاطنا ما يدري عنه؟ انا بس خلاص ما عدت مستحمل. مو قادر اجامل احد. انا بشتغل بمكاني وحلالي. وانا اقول انت بعد هد دوامك تعال اشتغل معي. لا 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 لا. ما لك شغل بدوامي، انا مرتاح الحمد لله. بعدين تعال. انت من قال لك ان ابوي يبينا عنده؟ وليش بالله ما يبينا عنده؟ المفروض هو اللي علمنا على اصول الشغل. الدنيا حياتي ما مات. وما حد بيستلم شغله عقب عمر طويل غيري انا وياك. ومنال؟
منال بنت مردها بتتزوج وبتلها مع زوجها وعيالها. هي الوقت اللي ابراهيم السندي يحط النغاط على الحروف ويخلي كل واحد منا مكانه الصحيح. تعب ما اصدق ما اصدق اللي صار فيني. انا ما قاعد اصدق. لا بشري شو صار معك؟ شنو هذا؟ طلبت كيك وكوفي. ما بسويت انا جوعانه باكل اكل. الحين انا حالتي حاله انت تفكرين ببطنك؟ ايش فيك؟ والله انا ما تم مجمع ما رحت، ما تم صالون ما رحت، ما تم كوفي شوب ما رحت. ترى ينديني يقولي لي شنو صار معك؟ صدق والله اشوف. تعبتي عمري؟ تبيني اسمحك بالكوفي الحين؟ وانا تبيني اقعد اسمحك بالكوفي الحين؟ نو ترى من صدق شنو صار معاي؟ انا باكل ايدي قاعد ارجف قاعد ارجف قبل الحين اكل. يعني ما راح تقولين لي شنو صار؟ انت تعرفين شو اللي صار؟ اي ابي اعرف شو اللي صار؟ هذا اللي صار. السلام عليكم. عليكم السلام. ريم شلونك؟ انا شو اسمه نسيت الباتبل بالسياره تعرفين ما اعرف اقعد بدون شحن يعني اموت يعني. يلا سيد باي. ريم ثق لاين شوي بلا خفه باي. انا برد حق منو؟ حق بوكي ورد؟ بس البوكي ورد ما يقدر يجاوب الورد. انا اسفه. اوعدك ما راح اتكلم مره ثانيه. أنا خلاص اتخذت قراري واستقالتي ماني ساحبة. أنت من صدقك تاخذ قرارك وأنت معصب؟ اهدى شوي، اهدى ايش فيك؟ تكفى يا فيصل، كلمة دام قدم استقالته، شلون بيلقى شغل ثاني؟ ترى الموضوع مهين. أنا اللي ذابحني وبات شمدي. أنت شلون وقفت بوجه مديرك وتقول له أنت ما تدري أنا من ولده؟ اللي سمعك الحين يقول ان ابوكم يدري عنكم، ابوكم صاير سند بظهركم، انت ايش تبي انت؟ ما الحين هذا اللي يهمك؟ انت ولا كلمه تسكت وما تبطل حلجك. انت لو فيك خير ويوم جات منالو قالت لك ابوك يبي يشوفك راح تركض وراها. كان قلت لها اللي يبينا يجينا هني ببيت امنا يشوفنا هني، حتى هذا بيت ابوك. فكروا شلون تيرون ريول ابوكم وتجيبونه هني. يمه يعني هذا رد اختي من البيت عشان انت تبينا اجيب ابوي هني؟ هذا حكي جديد. اي حكي جديد لانه مو هامكم. انتم ما تفكرون بهالموضوع. انا اللي قاعده افكر فيه مليون مره شلون اير ريول ابوكم واردها هني البيت. خالتي مو هذا موضوعنا، موضوعنا الحين سلمان وشغله. انت تسكتين ولا كلمه. انا اتحكى مع عيالي لا تتدخلين، فهمتي؟ خالتي الموضوع يخص سلمان فاكيد يهمني. واي ما عرفتك، يعني الزوجه المثاليه يعني اللي تخاف على مصلحه ريلها. اقول يلا 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 راوينا عرض الشافس يلا. يما ايش فيش على هاله؟ ترى انا مو غريبه، هاله زوجتي. لا غريبه، لما التدخل بيني وبين عيالي مو شغلها، تفهم ولا لا؟ ايش فيك قلتيهم يما؟ ما قالوا شيء. انت مو شغلك، خلهم يولون. فكر انت شلون تير ريول ابوك وتجيبها هني. يما واذا ابوي هني؟ انت شنو تبين؟ شنو براسك؟ خلي شوفنا، يشوفنا شو متجمعين وعلى قلب واحد، يتذكر الايام اللي كانت بيني وبينه. ايه بعد بعد طلعي طلعي، شو تذكر بعد؟ ايش تبي توصلين له يمه؟ ايش راسمه عليه؟ مو شغلك. هو خليه يوصل هني تكسع يصير خير. هذه ام خالد دازت لي مسج تعزمنا على استقبال بيتها الجديد. صدق عاد؟ عندها غيرته. تونا رايحين استقبال بيتهم. وي بلاش ما تدرين، حبيبتي ريلها استارث وباع بيتها القديم وشرالها بيت بالمسيله على البحر دح الموي. عاد الحين هي قاعده تشيحط وعازمه كل حبايبها. يلا يمه، عليهم بالف عافيه. زهبي نفسك، باكر نروح السوق نشتري لها هديه ونطلب لها حلو، بعد ما يصير ندش بيت المره ايدنا فاضيه. اي صح يمه اكيد. بس متى الاستقبال؟ الخميس الجاي. امبي لا يمه، الخميس الجاي فواز حاجز لنا فيلم بالسينما. الحين انا اقول لك بيت وعلى البحر ودح الموي وانت تقولي لي سينما؟ روحي معي يوم ثاني ولا خلي ياخذ ولده ويروح السينما.
يا بسمة الفيلم هذا حق الكبار، ما يصير ودي ولدي معانا، والفيلم اصلا رعب اللي حاجزه فواز. انت شنو موضوع ريلك مع افلام الرعب؟ لا يكون بيوقف قلبك وانا ما ادري. سناء ايش فيك هالريال؟ تقول لك ما عندها ريلها. اخذي واحده من رفيجاتك مو الا امال. ترى انا ما عندي الا هالبنت ومناشبيني عليها. امول قولي حق ريلك بروح مع امي استقبال يوم الخميس، وطلعي معايا الجمعه ولا السبت. ولا اقول لك لا، يوم السبت انا موعده خالتك بدريه، جنتها توها والده وراده من امريكا، وانا قايلت لها بأول مره اسلم عليها. خلاص يما ولا يهمك، انا راح ارتب الموضوع. حاول. هلا انت هني؟ اي وانت بعد هني. اول مره انت هني انتين هالدوره؟ اي انا شوف صار لي كم سنه وهذه اول مره. هلا والله هلا هلا شلونك؟ شو اخبارك؟ تمام؟ حبيبي اقول لك هذه اول مره انا احضر فيها دوره، لا مو بالطيب بالغصب خذيتها بعد. والله نفس الحال هم انا اول مره. زين زحمه داخل ولا عادي؟ اي طليت قبل شوي زحمه، يبينا نروح ناخذ مكان من كذي نقعد مع بعض. يم بعض يم بعض، تعال تعال خلينا نشوف. الو اي خلي تفضل خلي تفضل هيا الله. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا صباحك الله بالخير. يبا صبحك الله بالنور. هلا سلمان. ها شلون دايرني اليوم؟ حبيت اسجلك بس الموضوع يبا. هي حياك الله تفضل. خير ان شاء الله. الوالده ما فيها شيء ان شاء الله؟ كلنا الحمد لله بخير يبا. انا قدمت استقالتي وقدمت على وظيفه باكثر من مكان. فقلت من بابا ولأنه يتوظف هنا عندك يبا، ولا ايش رايك؟ اي شنو مو حاب اني اشتغل عندك يبا؟ لا اكيد حاب انك تشتغل عندي، بس انت فاجئتني. يعني مستقيل من وظيفتك وقررت تشتغل عندي، شو السالفه؟ انا تعبت من المذله، مديري مو مخليني بحالي و مأذيني شوي، أساس أنا مو مرتاح بوظيفتي. معاشي يلا كيفي مصاريف البيت. مصاريفي أنا وهالة والوالدة وأحياناً فيصل. فقلت يتوظف هني عندك يبا. وما أبيك تعاملني على ولدك. أبيك تعاملني حالي حال الموظفين، ومستعد أبدي من الصفر. مهما يكون أنت بتكون أحن علي من الغريب. ولا إيش رأيك يبا؟ خير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه هنتكلم عن مهارات الاتصال الفعاله، وايه هما السبع عناصر المهارات دي. اكتبوا معايا. رقم واحد، عليك ان تكون واضحا، بمعنى ان تكون واضح في تعاملاتك مع العميل أو مع زميلي في العمل. رقم اثنين، كن واقعي. شو قاعد تسوين؟ أن تكون واقعي. أصور سناب. تستطيع توصل معلوماتك بس لا يشوفوني. المتاسف والأمان. بعدين يشوفوني على كبر. رقم ثلاثة، كل شيء يصير معانا كنا نصور سناب. إزاي أكون متماسك وأمان فعيش في أي سبب كان؟ إيراك. ضيف نفسك، ترى انا ما اعرف ضيفك.
إعلامية عندي. كلامك شغل مدربين. إيه. أدخل ببرستيجي قدام زميلاتي. أنا أصلاً ما هي اللي سوت لي سناب، أنا ما أعرف شيء. كن صحيحة. تصرفاتي تكون صحيحة وواضحة وأمينة. رقم 6. احرص ان تكون رسالتك كامله. وضفت نفسي بعد تمام عشان اشوف شنو اللي قاعد تصوره. رساله كامله صحيح. رقم 7. كن ودودا. صباح الخير. صوت الوركات، تفضل يا استاذ. اخوي وين مكتب المديره الوكيله؟ المدنيه لو سمحت، اسجل بيانتك. ها هي بطاقه؟ اه. اي لحظه شوي. بسم الله. ماشي. وين مكتب الوكيله صاير؟ سيده. ايه. ماشي يسار. ايه. في يمين. ايه. تاني مكتب على يدك اليسار. مداومة؟ مداومة اليوم. يعني مو لا مداومة اليوم. آه. تفضل. شلون اقدر اساعدك؟ شو اسمه انا جاي اطمن على بنات هني اشوف مستواهم الدراسي زينين مو زينين شياطين شيء كذي يعني. حضرتك ما توصلك التقارير الشهريه والشهادات؟ ها اي شو اسمه بصراحه يعني البنات شو اسمه عايشين مع امهم يعني احنا منفصلين يعني والعلاقه يعني مقطوعه يعني بس ان شاء الله راح ترجع المياه الى مجاريه مثل ما يقولون. هذا ما يمنعني انا اطمن على بناتي. بناتك اي صف؟ ها؟ ايه شو اسمه؟ وين؟ اسمهم هني مكتوب عندي سني بالكشف هذا شيكي على هذا وتقولين طالعينهم يعني شو اسمه؟ ماشي بس ابي اي بطاقه مدنيه او اثبات شخصي. اي بطاقه مدنيه والله عند الحارس اروح اجيب الحارس. آه لحظه عندي ليسن. بسم الله. اوكي. انتوا عبالكم انا لاقي فلوسي بالشارع؟ شنو هالطباعه هذه؟ تبوني اوقع على ورقه الارقام كلها مطبوعه غلط فيها؟ ايش فيكم ما تنتبهون عن شغلكم؟ والورقه هذه لما تكتبون اسم الشركه تكتبون السبلنج ماله بالانجليزي وبالعربي صح؟ ما ينكتب بهالطريقه، هذه حلال ناس، هذه مو لعبه.
وهذه الورقه يوقعها مدير المشتريات بعدين تجيني. في شيء اسمه بروسيجر بالشركه، مو قاعد العب هني. ما تم تشتغلون توكلوا على الله. تفضلي مكتبك. هناء ما علي، انا شوي اعصابي تلفانه ومضغوط، سوري اذا صرخت عليك. وانا شنو ذنبي؟ لما تكون متوتر تطلع حرتك فيني، حتى وانت مزاجك زين ما اسمع كلمه يعطيك العافيه. فواز انا تعبت، انا قاعده افكر اقدم استقالتي. صلي على النبي واهدي، خلينا نتفاهم ونسولف، ما يصير نسولف شيء. ما عندي كلام اقوله، تعبني، تعبت وايد، انا ما اقدر اتحمل. انا مو لعبه بيدك، ومشاعري ما اسمح لاي احد يتلاعب فيها. ولو تبي تطردني طردني، سوي اللي تبي عن اذنك. ياسر تعالي يبا، تعالي تعالي حبيبتي، تعالي تعالي يبا، لا تخافين، تعالي يبا. شلونك يبا؟ نسيتيني ولا شنو؟ قولي لي يبا، ما اشتكتي لي؟ ما ولهتي على ابوك؟ بلا، ولات عليك، ولات على جدتي، ولات على داري بعد. بس شنو يقول؟ بس امي تقول ما يصير نزوركم بالبيت. امي ايش طالبني؟ ظلمتني وايد. انا احبكم يا يبا، والله احبكم، حتى امكم احبها يا يبا. وبيتكم هذا ما حد يقدر يمنعكم منه، بيتكم هذا بيتكم كلكم، وتجون له بالوقت اللي تبون بعد. لا تخافين ولا تخافين، انا راح اكلم امك واخليها تجيبكم وتروحون تلعبون بداركم وتشوفون ديده وتلعبون معاها مثل قبل. ماشي يبا؟ روحي يبا، روحي حق رفيجي، لا تخافين. لا بعتني. الله يحفظك. واي صج وناسه هالدوره هذه، ايش وغيرنا عن الروتين وقعدة المكتب والوزارة الحمد لله التغيير زين وايد. اي والله الواحد بده يكسر روتين، يروح مطعم، يروح كوفي شوب، يقعد على البحر. بصراحة حسيت كني مسافر. اي هم الله يهداهم لو يخلونا الدورة شهر مو اسبوع. لا عاد شهر طمع، من يعطي دورة شهر؟ الله يهداك انت بعد. خل نطمع، يلا ما يخالف يا معود. وي نسيت بناتي. وي مي مي الو. هلا يما مي. حاضر حاضر يما، يا ما راح اتاخر. تشيكن فيليه من عيوني والوان، ان شاء الله ان شاء الله يما ان شاء الله. وين وين ما كسر روتين بعد؟ تشيكن فيليه والوان. لازم اروح حق بناتي، تدري بعد بروحهم وهدتهم طول اليوم، لازم اروح لهم الحين واخذ لهم اكل. بعد قلنا تغيير هالاسبوع كله، خل اغير لهم بروح اخذ لهم اكل من المطعم. الروتين لا تعود. باي. يبا انا بفهم انت ليش شي مضايق، المفروض انك انت تستانس ان سلمان طلب منك يشتغل عندك بالشركه ويساعدك. ايش تبيني اقول لك يا منال؟ أنا بعد ما أثق في عيال وداد، ما أدري عنهم، ما أدري هالخطوة هذه اللي اتخذتها ويا سلمان خطوة في مكانها ولا لا. يبا لا تقول عن إخوان عيال وداد، ترى هذيل عيالك بعد. وبعدين أنت شنو بتخسر إذا شغلت سلمان عندك بالشركة؟ شغله، عطى فرصة، وإذا شفت إنه يعني مو مرتاح له عادي طلع من الشركة بكل هدوء. والله ما أدري، ما أدري يا بنيتي. اسمعني يبا، أنت تدري إن سلمان وايد حساس، وإذا أنت رفضت إنك تشغله عندك بالشركة ما راح ينسالك هالموقف، خاصة إنه هو بنفسه طلب منك هالشيء. وبعدين أنت إيش دراك؟ ويمكن العلاقة ترد بينكم؟ العلاقة راح ترجع بين منو ومنو؟ أي علاقة بعد؟ علاقتي أنا وعيالي أكو غير كذي؟ علاقتنا إحنا أنا وعيالي أكيد علاقتنا. نشوة خرحتوني،
تغارين على ابوي؟ اكيد اغار عليه، ابوك اهم شخص بحياتي. اوف زين وانا وين رحت؟ واللي يسمعكم يقول شرايك، انا ماني مصدق كل هذا محبته فيني؟ يبا هي مناشبتني فيك. انا بنت خلاص. يما دقي على المطعم شوفي ليش تاخر العشاء علينا؟ يما حاجيك. نعم يما. دقي على المطعم يما شوفيهم ليش تاخروا؟ يما حبيبتي توني قبل خمس دقائق داقه وقالوا ان السائق طلع، لا تحاتين ترى بيوصل. زين. يما انت جوعانه؟ ميته من الجوع، بموت من الجوع. بسم الله عليك. عليك يما حبيبتي بنيتي اللي تخاف علي. انزين يما اقول يعني صاير كذي غدا برا عشا برا وكل هذا بنفس اليوم. اي مزاجي حلو مستانسه مالي خلق دشه مطبخ. هذه الدوره اللي خذيتها صدق ساعدتني، ايش وينها صارت من نصيبي هالمره. مياسه حبيبتي ايش فيك ساكته اليوم؟ مو بالعاده. العاده هي اكثر وحده تقرق. لا عاد ما اسمح لكم لا تتحجون لا عن بنتي ولا عن قرقتها. قولي لي شو اللي مضايقك يما؟ في شيء بالمدرسه صار؟ يما اليوم ابوي كان عندنا بالمدرسه. وي ابوك ايش جايبه مدرستكم؟ ما ادري بس يقول انه لازم نزورهم عشان نزور جدتي ونلعب العابنا. ولما قلت له ما ترضى قال لي ايش ظالمه. انا ظالمه؟ زين وشنو قال بعد؟ وقال انه بيكلمك ويتفاهم معاك عشان نزورهم. يما خروح بيت جدتي. ان شاء الله ان شاء الله بوديكم بيت جدتكم ان شاء الله. انت ما بطلتي موضوع ابوي الا الحين؟ وهي مستانسه بروح الوناسه عليها بالحسره. انا شكو بعد هي اللي سالتني. ترى ثنتينكم غلطانين، انتي بطلتي موضوع جدتي وانتي بطلتي موضوع ابوي. اكيد بتزعل بتتضايق وبتقوم. سلمان؟ هلا. سلمان؟ رايح الدوام، تبي شيء؟ لا ما ابي شيء، سلامتك. انزين. انت مو طالع مكان؟ لا ماني طالع قاعد. يلا. الو؟ هلا يبا؟ الله يسلمك بخير. تبيني امرك الشركة؟ ان شاء الله. حاضر. نص ساعة، ساعة بالكثير إن شاء الله أنا عندك. لا إن شاء الله ما تأخر. يلا سلام. صارت يا هالة صارت. شو شنو اللي صارت؟ شو يبي منك أبوك؟ أبوي يبيني مرة شركة، تقين بيوظفني عنده؟ أكيد بيوظفك عش له داق عليك يعني، بس تكفى ها، أول ما تطلع من عنده دق عليه طمني. إن شاء الله حاضر. إي متأخر عليه. لا لا ما راح أتأخر. يلا يا رب، يا رب تصير يا رب وافتك من هالبيت بس أنا يا رب. مثل ما وصيتكم إذا أبوكم مر عليكم المدرسة تقولوا له أنت مالك كلام معانا، كلامك مع أمنا، هذا إحنا ما نتدخل بمشاكل الكبار. فهمتي مياسة؟ إن شاء الله يما. فهمتي منى؟ إن شاء الله يما. عفية يما، مثل ما وصيتكم. أعطيني هاك عصيرك. تعالي يما تعالي. عفية على بنياتي الشطار، وهذا الأكل مو تردونه معاكم؟ أبيكم تاكلونه كله بالمدرسة. زين ماما؟ إن شاء الله. يلا تعالوا حبايبي تعالوا. تعالوا يا حلوكم يا حلوكم ديروا بالكم الله يحفظكم يما الله معاكم مثل ما وصيتكم يما. وانا ما تبين تنصحيني بشيء؟ انتي راس المال وانتي البشريه وانتي صديقتي وانتي اختي وانتي كل شيء حبيبتي. وصيك على شنو؟ وصيك على نفسك يما ديري بالك على نفسك ربي يحفظك يما إن شاء الله الله يحفظك.